كما أكد الرئيس السيسي خلال حديثه لصحيفة أساهي اليابانية موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبادئ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما عرض الرئيس السيسي موقف مصر من التطورات في السودان، موضحا جهود مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئات المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.